السلام عليكم اخوتي المغاربه، بخير لاباس هانين عليكم. هاد القصه اخويا، هاد القصه هادي مكتبه باقي صغير من في عمري، كانت عندي في عمري 6 سنين، وهاد الشيء غادي كيتزاد عليا، غادي كيكبر. توصلت 37 سنه دابا، في عمري انا 37 سنه، وهاد الشيء اخويا محقدني بزاف، فهمتيني؟ عقدني بزاف اخويا، اثر عليا بزاف، فهمتيني؟ شنو نقولك، ما كيخلينيش نمشي البحر، ما كيخلينيش نمشي الحمام، ما كيخلينيش نخرج نمشي القهاوي بزاف اخويا. هادشي اللي اثر عليا في حياتي هو سميتو الورم العصبي. الورم العصبي اخويا، شنو نقولك اخويا، من تكبرت فكرت نخرج الاعلام، كبرت وليت نخرج هادشي تاع الاعلام وهادي، وانت تشوفوا الحال فين ساكن عايشه في هذه البراكه، وعازل الدار تاعنا حيت انا تعقدت في حياتي، فهمتيني؟ تعقدت اول مره كنت في الصغر اخويا، هذا كنت في الصغر، ما كانت عندي في عمري 6 سنين، وما كانت في عمري 6 سنين، وهو هذا الشيء غادي يكبر ليا. كيفاش بان عليك اول مره؟ اول مره بان لي حتى وصلت هذا السن، هذا وصلت كبرت وليت راجل، كبر وبان لي هذه الحاله هذه. في الاول كان هو صغير، كان صغير واحد هنايا، ومن حدين كان كبر كيكبر معايا، كيمشي لي كيطلع، من حدين كان كبر هو كيكبر معايا، وهذه هي الحاله اخويا اللي عايش فيها، هذه هي القصه تاعي اللي عايش انا، اللي دوزت في الطفوله تاعي، الطفوله تاعي دوزتها مع المرض، ما دوزتها مع شي واحد، مع المرض دوزته، حسب ما دوزت الطفوله هو حسب انا صافي، الطفوله زاد صعيبه. مشكل الحياة كيخلينيش نخرج اخويا، هاد المرض هذا ماشي كيخلينيش نخرج لا برا لا زنقة لا والو، الدار صافي والحومة هنايا. مشكلني بزاف الحوايج المرض خويا، شنو نقول لك، معقدني بزاف، ما كيخلينيش نخرج، ما كيخلينيش نمشي الحمام، ما نمشيش القهوه، ما نمشيش البحر، بزاف الحوايج. انا راه باغي نتعالج، انا ولي انسان بحالي بحال الناس، انا نخرج نمشي للبحر، نتزوج، ندير وليدات، راه غادي نكون كبر، راه في عمري 37 سنه، واحلامي كنت كنحقق شي حاجه، حتى انا نخدم، حتى انا كنت ناوي نولي شي حاجه، من كبرت ولقيت فيا هادشي صافي ضغط بيا الدنيا، لا والو ما كنخرج، ما والو ما كنخدم، ما حتى شي حاجه، ما كنخرج، ما والو ما كنخرج، الوالدي اللي خدام عليا، خدام عليا في الديور. من مشيت للسبيطارات ها الوراقات ديالي كلشي، في الاول بينوا لي واحد الصوره اخويا زوينه، تعاملوا معايا في الاول زوين، في الاخر بحال القلب وجههم عليا. اول نهار رحبوا بيا، ماشي مرحبوش في الاول، تعاملوا معايا في الاول زوين، بينوا واحد الامل بما راه غندير العمليه، وفي الاخر درت لي ريم، درت هادشي كامل، السكانير، تخطيط القاب، التحاليل، درت كلشي، في الاخر ما كلا امل لا والو، راه الناس المحسنين مساكم اللي عاونوا باش درت هادشي انا اخويا. ما عرفتش اخويا كيف تقلبوا لي، اول مشيه اللي مشيت في شهر 12 هاد العام اللي خرج، قالت لي سير تا نعيط لك، من تما ما عيطش لي، ما عيطاش لي، عطاتني وعد، قالت لي منا واحد الشهر ولا شهر ونص غنعيط لك، من تما ما عيطاش لي، دابا راه جايه شي 4 شهور هادي ما عيطات لي ما والو. وعاوتاني مشيت مور عاوتاني، قالت لي سير تا نعيط لكم، كتعطينيش شي ورقه باش نرجع عندها، شي رانديفو ولا شي حاجه ما كيعطيونيش. دابا كنطلب انا، ما كنطلبش شي حاجه اخويا، يديروا لينا عمليه، ما كنطلبش والو حتى شي حاجه، كنطلبها العمليه، انا الوراق كاملين جمعتهم، ما انت الوراق كامل بغانو عاوتاني تيوفوا لي الوراق، وفي الاخر قولي عاوتاني من جديد، انا ما شي باش غنعاودو انا، لا الناس مساكم اللي كيعاونوني، المحسنين هما اللي كيعاونوني. وهاد العمليه اخويا شنو نقول لك، بحال هاد العمليات غاليين في الكلينيك، كيطلبوا واحد الشيء بالغالي، قالك بحال العمليه غالي بزاف، غالين اخويا غالين، راه كيقولك يلعبوا حتى بنت 15 مليون 12 مليون بحال هاد العمليات، غالين حيت سميتو الورم العصبي وفيها العروق،
بزاف الحوايج فهمتيني كيعصبني، كنتعصب ما كنبقى نحمش بنادم نهضر معاه، كنبقاش نخرج فهمتيني، دالي واحد العقدة 30 سنة اخويا هادشي فيا. راه ما يقدرش بنادم يصبر 30 سنة في هاد الحالة هادي، راه مشكلة. راه بنادم يصبر ساعة ما يصبروش، راه 30 سنة وانا صابر اخويا. تقل عليا راه كتقل، كيميلني بحال ما كنقدرش مثلا نتمشى واقف ولا هادي، كيميلني حيت دابا غادي وكيكبر، غادي وكيتزاد، دابا راه تزاد، راه من شهر 9 هنا راه تزاد لي بزاف، هبط، يقدر يهبط لستر سلر، شو بقى منه واحد المدة طويلة يقدر يهبط. ناس من كاين شكل اللي غايشوفك شوفة خايبة، كواحشنو كيشوف فيك، اللي يشوفك شوفة زوينة، كاين اللي كيشوفك شوفة خايبة، فهمتي، كاين اللي كيتحمل شي يريح داك، فهمتي، كيشوف بحال كيقول غنبعد منو، فهمتيني، شي اللي كاين اخويا، حتى واحد ما اتصل بيا، راه كيشوفو الفيديو تاعي، ما عمرش واحد اتصل بيا. ياسو كاين الكذاب اللي كيتصل بيا كيبغي يكذب عليك ينصب عليك، حير جمعية مشيت عندها انا باش يتكلم معاونوني في الطحين والسكر الزيت، قالك خلص معانا 100 درهم، انا بغيت نسمي سميت راه نسمي سميت شي مشكل عندهم خليط راه هادوك قالك عاونا 100 درهم، طمعوا فيه 100 درهم، لاش عليه قالب السكر ولا بكتاتي وخنشة الطحين 50 درهم، هي اصلا ديك خنشة الطحين الصغيرة وقالب السكر وبكتاتي دايرة اصلا 100 درهم، تخارت معنا 100 درهم، قالك كون عندي 100 درهم راه منجيش عندكم انا، وانا عازل بوحدي يا اخي، انا عايش بوحدي هنايا، صافي انا درت السجن الراسي هنا. علاش خرجت السجن الراسي؟ صافي انا صافي ما شفت الحالة هادي، صافي بقيت انا عايش بوحدي هنا. عمرك خدمتي؟ عمري خدمت، عمري خرجت، ما درت حتى شي حاجة في حياتي. ايوا شنو نقولك، فترة كورونا كيفاش دوزتيها؟ كورونا دوزتها عذاب اخي، فترة كورونا دوزتها عذاب بصح، كعميسة كورونا دوزتها كرفس، ومرة مرة نفسكم اللي عاونوني في الريم وفي السكانير وفي التحاليل والتخربيق وداك رمضان اللي داز، ها الناس مساكم اللي كي مرة كيتفكروك. رسالة، آخر رسالة، الناس المحسنين وقفوا معايا، والناس مسؤولين ووزارة الصحة تقوم معايا، والدكتورة اللي عندها الملف تاعي دير معايا شي حل الله يرحم الوالدين، دير معايا شي حل الله يرحم الوالدين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.